بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله عما نوال. ربنا اجعلنا محبين لك محبة لا مثيل لها، واجعلنا عبادا لك مخلصين خالصين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضا. نعاود نذكر الأخت الرابية. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، أخذ قطع الدبر حتى واحد منهم ما رجع حي. هذا ما تحبه الآية. وبعد مشوا الآية اللي تليها، فجعلناهم سلفا، أي أنا سابقين في هذه الصفة، خسارة الجماعي. وانتم قادمين على ذلك، الكرب الأنظمة نتاعكم أغلبها لا خير بها إلا في القلة. والقلة الله أعلم أمور ظاهرية فقط، ولا أمور ظاهرية وباطنية. نسأل الله أن تكون فيها من هو دخل في أعماق الإيمان وسلكها مع الرحمن. نعود إن شاء الله نزيد نفيدكم بالتمام والكمال والإحسان كما أمر الرحمن.